سفينويد وإثمويد، يبقى سفينو إثمويدال ريسس.
ندخل بقى في موضوع اساسي اللي هو محتمل يبقى سؤال تحريري في الموضوع اللي هو ايه؟ openings in lateral wall of the nose. اهم حته في النوز بقى يا شباب اللي حولها دلوقتي دي اهم جزئيه في النوز يعني ليها النرف سبلاي والبلس سبلاي هم دول اللي ممكن يكون في سؤال اشرح openings في lateral wall of the nose. طبعا لو نص سؤال features in lateral wall of the nose هتبدا مما سبق. ترجع تقول اللاترال نوز بتتكون من ثلاث مناطق فيها الفستيبيول وفيها الاتريوم وفيها الاريا اوف كونكي اند ميتس وتشرح الكونكي والميتس وبعد كده تدخل في الاوبننج. انما غالبا بنسالكوا على طول قول لي ستراكشرز اوبننج اللاترال نوز اوف ذا نوز. ايه الحاجات اللي بتفتح في اللاترال نوز اوف ذا نوز؟ هناخدهم على عنوانين بارانيزال سايتسس واذر ستراكشرز. الجيوب الانفيه اهم حاجه بتفتح في اللاترال نوز اوف ذا نوز يليها حاجتين تانيين هقولهم دلوقتي. نبدا بمين الاول؟ بارانيزال ساينسيس. هوريكم صورة ليهم الأول عشان تاخدوا خلفية قبل ما يكشفوا. لو ده نيزل كامل بصوا بقى في كيسين هواء جوه الفرونتال زون ورا السوبر سيلياري ارش فرونتال ساينس وفرونتال ساينس. أجي أول جيبين وفي مجزلة اليمين وفي مجزلة الشمال أكبر جيب أنفي مجزلري اير ساينس. وفي عظمة السفينويد اللي ورا النوز في ساينس يمين وساينس راس سفينويد اير ساينس. فاضل بقى بين النوز والاوربت الخضره دي والخضره دي في عظمه الاسمويد اليمين وعظمه الاسمويد الشمال اثمويدال اير ساينس. نفس الاثمويدال لو تلاحظوا شويه في كيس هواء هنا وكيس هواء هنا وكيس هواء هنا. الاثمويد نفسها ثلاثه انتيريور اثمويدال اير ساينس او اير سيلز وميدل اثمويدال اير ساينس او اير سيلز وبوستيريور. يبقى احنا عندنا كام ساينس في كل ناحيه؟ في كل ناحيه في اربعه اكبرهم المجزله يليها في الحجم الفرونتال وبعدها السفينويد والاسمويد. دول اللي هيفتحوا في اللاترال وول اوف ذا نوز. فاضل بقى الحاجه الصفراء دي. الدموع اللي كانت ماشيه على الجسم الفوقاني هتصب في الضغط دي، والدموع اللي ماشيه على الجسم التحتاني هتصب في الضغط دي، كل الدموع هتتجمع في دي ودي تصب في النوز. يبقى يقولوا عليها ايه؟ اولها لاكريمال واخرها نيزل، نيزل لاكريمال ضغط. اللي بتاخد الدموع صبها في النيزل كافيتي. فاحنا هنقول بارانيزال ساينس وحاجه ثانيه هتطلع هي النيزولات اللي بنضغط دي وحاجه ثانيه كمان. هناخد ناخد الاول فين البارانيزال ساينس بتفتح في النيزل كافيتي. بص بقى هنرجع للصوره دي ثاني. لو شباب كسروا من الكونتاكت هيلاقوا تحتها منظر اكيد شفتوه في المشرحه. اه لسه هتشوفوه دلوقتي الاسبوع ده. اللي يكسر الميدل كونت يلاقي قبه مدوره وتحتها هلال محفور. القبه قبه باللاتيني يعني ايه؟ فقفوقه باللاتيني بله. حتى ان شاء الله في باثولوجي لما واحد يتمسع ويعبي ميه الفقفوقه اللي تحتها الميه اسمها بله. هيقولوا قبه او فقفوقه بله في الاثمويد دوم بله اثمويد دارس. اه طبعا انا لسه في حدود الاثمويد لانك متفق معايا ان سوبر الكونكا والميدل كونكا الاثنين اثمويد. بصوا بقى يا اولاد لو رجعنا للصوره دي تاني هي الاثمويد كام واحده؟ انتيريور اثمويد سايتس ميدل اسمويد سايتس بوستيريور اسمويد. الميدل بتتنفخ قوي 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 قبل البلوغ. يعني على سن 12 تقريبا الميدل اسمويد بتتهوى اكتر حولك في اخر المحاضره ازاي بتتخلق الجيوب الانفيه تهويه. الميدل بتفضل تتنفخ 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 بتعمل بالونه والبالونه دي تبان في اللاترال وول اوف ذا نيزل كافيتي. يعني بولا اسمويداليس كيس ميدل اسمويدال اير سايتس. الانتفاخه اللي انت شايفها في المناخير ديت كانت ميدل اسمويدال اير ساينس بين الانتيريور والبوستيريور اتنفخت قوي قوي لحد ما بانت قبه في المناخير. الناس فاهمه فين الاسمويد على جسمي ولا لا؟ انا لو دخلت صباعيني دول في جمجمه من الاوربت للاوربت ابقى ماسك بايديا الاسمويد اليمين والشمال. مش انتوا تفاهم الاسمويد فيها لابرنس يمين ولابرنس شمال وبربنديكولار بيت عامل الحاجز في النص؟ انا لو دخلت ايدي في اوربت او في اوربت هلمس اللابرنس اليمين والشمال لو بص شويه اتكسرت. تمام؟ طب خلاصه الكلام ان الاسمويد هنا هنا وجنبهم على طول اللاترال وول اوف ذا نوز اهي. لو الميدل اسمويد اتنفخت قوي هتدخل في اللاترال وول اوف ذا نوز وتبان قبه. هي فعلا طلعت الجمله اسمويدالس ميدل اسمويدال اير ساينس وفيها خرم في النص يبقى الخرم ده بتاع مين؟ الخرم اللي في نصها هو الاوبننج اوف ميدل اسمويدال اير ساينس الى النيزل كده. طب واللي تحت ده اسمه ايه؟ فتحه يعني هيتس شبه الهلال. هلال يعني ليون. فاكرين السنه اللي فاتت في القلب كده كان في ما يشبه الهلال في لونيون؟ ليون يعني هلال. شبه الهلال سيمي ليونا.
يبقى هياتس سيميليوناتس، الفتحة الهلالية هياتس سيميليوناتس، دي مكانها فين؟ تحت وأمام بولا إثمويلاتس. يبقى إيه الحاجتين مين اللي هتشوفهم في الميدل هياتس؟ قبة منتفخة تحتها وأمامها هلال، القبة بولا إثمويلاتس، الهلال هياتس شبه الهلال سيميليوناتس لايك اليون. خلاص يا ولاد؟ تعالوا بقى شوفونا مين الحاجات اللي هتفتح هنا بالترتيب. حد عارف ايه ديت؟ جيت انفي مبطن ببطانه الانف في الفرونتال بون، فرونتال نيزل سايتس او الفرونتال برا نيزل سايتس. الفرونتال بتفتح فين؟ بينزل منها دكت طويله كده اسمها فرونتو نيزل دكت او ساعات يسموها اثمويد انفانديبولا. ليه؟ لان انا لو هتحرك من هنا لهنا مش لازم امشي جوه عمود الاثمويد. يبقى في قمع ماشي هنا ولا لا؟ يقول عليه اثمويدال انفانديبولا. اللي هيشوف الصوره دي هيفهم ايه هو على طول لو هرجعك لصوره الاثمويد الخضراء. ها؟ حد عارف ايه الفورم ده وايه الفورم ده؟ اهو الفورم ده الفرونتال ساينس اللي هنا هتمشي في حته تانيه والفرونتال هنا هتمشي في حته تانيه. الفورم ده الفورم ده هو الضغط المؤديه من الفرونتال ساينس الى النوز عبر الاثمويد. يعني انا ما اقدرش اجي من هنا وادخل النوز الا لما اعدي في الاسمويد اليمين في الاسمويد الشمال. وانا معدي في كل اسمويد هيبقى اسمي فرونتو نيزل داكت او الاسم الثاني المشهور شويه اثمويد انفانديبولا. ليه بيقولوا انفانديبولا؟ عشان وانا جاي من الساينس هبقى واسع وحديد وانا نازل زي الام. انفانديبولا يعني فاضل يعني ام. اثمويد انفانديبولا يفتح فين الاسمويد انفانديبولا؟ امشي كده في اول الهياتس سيميليوناتس، أول فتحة في الهياتس السيميليوناتس فرونتال سايتس. يبقى إيه أول حاجة فتحة في اللاترال رول زينوز؟ الفرونتال إير سايتس. فتحة إزاي؟ بتدخل قمعة في الإسمويد. أنتوا بنفسكم شفتوا الخضرة من شوية، الإسمويد دي فيها فرم من قدام. أهي دي الضغط اللي ماشية من الفرونتال لحد النيزل كام؟ فرونتو نيزل ضغط أو إثمويدال إنفانديبولا. هو دلوقتي هتلاقيه كاتبها لك إثمويدال إنفانديبولا ولما يجي يشرح البارانيزال سايتس هيغيرها ويكتب لك فرونتو نيزل ضغط الاثنين واحد. الفرونت نيزل هي الاثمويدال انفانديبولا الاثنين واحد. لحد كده فيها مشكله؟ يبقى دي اول حاجه فتحه في اللاترال رول اوف ذا نوز الفرونتال سايتس هتؤدي بفتحه الى بدايه الهيئه السيميليوناتس، اول حته في الهيئه السيميليوناتس. طب وتاني حاجه في نفس المكان وفي نفس الضغط هنا هتبقى لي اثمويدال اير سايتس انتيريور ولا الميدل اللي اعلى الكله ولا البوستيريور؟ هنا الانتيريور اثمويدال اير ساينس هتفتح في نفس الفتحه. يعني في تو ساينسز مشتركين في انبوبه واحده، مين هما؟ الفرونتال ساينس واول اثمويد هنا. مش الناس اتفقت معاهم شويه ان البوله ميدل اثمويد يبقى اللي قدامها انتيريور اثمويد واللي وراها بوستيريور اثمويد. الانتيريور اثمويد اللي مستخبيه في المكان ده دلوقتي هتفتح مع الفرونتال في نفس الانبوبه في نفس الفورم. في الانتيريور اند اوف هياتس سيميليوناتس. يبقى مين اللي فاتح في اول هياتس سيميليوناتس؟ حاجتين جايين من قدام فرونتال ساينس والانتيريور اثمويدال ساينس الاثنين بيفتحوا في الام مع في الاثمويدال انفانديبولا الى اول هياتس سيميليوناتس. واظن اللي انتوا عارفين الميدل اثمويدال اير ساينس هي البولا اثمويدالس وفتحه في البولا اثمويدالس. يبقى كده خلصنا من كام ساينس؟ فرونتال وانتيريور اسمويد وميدل اسمويد، فاضل البوستيريور اسمويد، سيبها على جنب. الفتحه الكبيره اللي في اخر الهيتس ميليوناريس ديت لاكبر ساينس في الكل ماكسيلاري ساينس، فتحه في اخر الهيتس ميليوناريس، الساينس اللي هنا فتحه في اخر الهلال في اخر الهيتس ميليوناريس. فبتاع الانف والاذن لو دخل بمنظار في مناخيره. بتاع انف والاذن داخل بمنظار من هنا. وعدى بيه تحت الميدل كونتاكت فهيشوف البوله وهيشوف الهياتس ينور ويشوفوه. لو لقى الصليب متجمع في اول الهياتس ميليوناريس يبقى المشكله يا في الفرونتال ساينس يا في الانتيريور اسمويدال ساينس. ولو لقى نقطه الصليب في اخر الهياتس تبقى المشكله في الماكسيلاري ساينس. ولو لقى الهياتس نظيف في تجمع صليبي اصفر فوق القبه تبقى الميدل اسمويدال اير ساينس. طب ما كده فاضل لنا واحده ما تقلقش خالص. فاضل اثنين يعني البوستيريور اسمويدال والسفينويدال. فين البوستيريور اسمويدال؟ مش انت بتقول دي انتيريور اسمويدال واليمين الاسمويدال؟ هنا البوستيريور اسمويدال. البوستيريور اسمويدال فاتحه في السوبيريور ميتس الوحيده اللي فاتحه في السوبيريور ميتس. طبعا لان الكونكي بتبقى مايله يا شباب فهيبقى هنا انتيريور اسمويدال
البوستيريور سبايدر هتقابل سوبيريور ميتس، مش هتقابل ميتس، البوستيريور سبايدر سوبيريور ميتس. كده فضلك واحد سبينويدال اير ساينس، اكيد هتفتح فين؟ فوق السوبيريور ميتس، سبينو سبايدال ريسس. كده تمام؟ الوحيده اللي بتفتح في السبينو سبايدال ريسس سبينويدال اير ساينس. فاضل للشباب حاجه واحده بقى، احنا كده جمعنا عنوان باراليزا ساينس فتحه فين؟ اذر اوبننجز في اللاترال وول تحت الانفيريور كونكا في فورم صغير اهو. امشي معاه كده هتلاقيه جاي من الدموع من اللاكريمال ساك، فتحه النيزو لاكريمال داكت فتحه فين؟ في اول الانفيريور ميتس، في بدايه الانفيريور ميتس، انفيريور اند اوف انفيريور ميتس. يبقى جمعوا لي بسرعه بقى، ايه فاتح في السبينو سبويدر ريسس؟ سبينو ريسس. ايه فاتح في السوبيريور ميتس؟ بوستيريور سبويدر اير ساينس. ايه فاتح في الميدل ميتس؟ ميدل وانتيريور سبويدر اير ساينس زائد فرونتال اير ساينس زائد ماكسيلاري ساينس. صح؟ اللي هيفتح في اول الميتس انتيريور مع فرونتال، واللي هيفتح في الاخر ماكسيلاري، واللي هيفتح في القبه نفسها ميدل سبويدر. ايه اللي بيفتح في الانفيريور ميتس؟ نيزو لاكريمال ضغط. فاضل فتحه في النيزل كامتي عشان يبقوا كلهم خلصوا. دي شوف على عظمه بقى. ها؟ فتحة ايدي في اللاترال وول؟ سفينو بالاتاين فورام اللي هي بين ميديا تريجويد بليت اوف سفينويد وبربنديكولار بليت اوف بالاتاين بون. اذا قلت سفينويد وبالاتاين بون تبقى هي سفينو بالاتاين فورام في اخر اللاترال وول ورا انهي ميتس؟ سوبيريور. ورا السوبيريور ميتس، احنا قلنا دي سوبيريور ميتس ومين الميتس وانفيريور ميتس. ورا السوبيريور ميتس مباشرة موجودة سبينو بالاتاين فورام وتؤدي إلى مكان اسمه تريجو بالاتاين فصة برا. يعني لو أنت عايز تتحرك من التريجو بالاتاين فصة للنيزل كافيتي لازم تعدي دي. واللي كان بيعمل كده زمان خالص فرع من الماكسيلاري ارتري باسم الكورن سبينو بالاتاين ارتري. اللي بعد شوية هقول لكم هو اللي بيدي دم لكل المنطقة اللي أنت شايفها دي، الشريان الرئيسي للأنف. سبينو بالاتاين ارتري. ده اهم سؤال يا شباب اللي انا قلته دلوقتي، ده اهم سؤال اللي هو الحاجات اللي فاتحه في اللاترال وول في المستبع هتجاوبوه على عنوانين بارانيزال ساينسز وتو اذر ستراكشرز. التو اذر دول هم النيزو لاكريمال داكت والسفينو بلاتاين فورامين، ومحدش يبقى ينسى السفينو بلاتاين فورامين. تعالوا بقى انا هنا بوريك دلوقتي شايفين ان الفرونتال ساينس بتفتح في اول الهيئه السيميليونالس، الراجل لما عدى سلكه فيها طلعت من بدايه الهيئه السيميليونالس. عارف بقى السلك ماشي في مكان اسمه ايه؟ فرونتو نيزل ضغط او اسمويدال انفانديبولا قمع الاسمويد، يا قمع ماشي جوه الاسمويد. مين تاني مشترك في المسار ده؟ انتيريور اسمويدال ودي ميدل اسمويدال مالهاش دعوه بيه، الميدل اسمويدال عليها الفورم بتاعها ايه؟ حد عارف الفتحه الكبيره اللي في اخر الهيئه ايه؟ ماكسيلاري اير ساينس، ودي فتحه سبينويدال اير ساينس، ودي فتحه نيزو لاكريمال ضغط. طب ما حد يقول لي طب فين فتحه السبينو بالاتاين فورامين؟ مش باينه ليه؟ ايوه هي في العظم مش في الميوكوزا. يعني انت لو اخترت البطانه هنا هيبان برضه في الحته دي. الاعصاب ماشيه تحت البطانه دلوقتي بتدي احساس بالبطانه انما بيخرموها. اللي بيخرموا بس هما الجيوب الانفيه اللي بتجيب كلها الهواء. ايما انتوا هتكملوا ربنا يسهل يعني واحنا بنقفل النهارده هتعيدوا الساينس بتتعمل ازاي؟ الساينس ما بتبقاش موجوده خالص، واحده بس اللي بتبقى موجوده ساعه الولاده المكسله بس، الباقي كله ما بيتخلقش الا بعد كده. الفرونتال دي بتبان من سن 7 و8 سنين والسبينول بتبان سن 12 ل 14 سنه. بيظهروا ازاي؟ العظم بيدوب وهواء المناخير بيدخله وياخد معاه البطانه يعملها بالونه. يعني كل الساينسز في الاصل بطانه الانف اتشفطت في العظم وهو بيدوب فطلعت بالونات من البطانه ودخلت، فلازم تلاقي الفورم مفتوح في البطانه. انما السبينو بالاتاين مستخبيه تحت البطانه جايبه عصب ماشياه في البطانه، انت مش شايفه لو قلبت البطانه هتلاقي العصب ماشي في ظهرها. تمام؟ طبعا انا جايب لكم دي بس عشان الناس تشوف ان ايه دلوقتي بالظبط تاني اللي هي فتحه في الانفيريور ميتس، اهي هو بيقول لك تيار الدموع ماشي مع السهم الازرق وبيلم هنا وهنا ويدخل في الميزان كده، هي دي نيزو لاكريمال. طبعا دي انهي كونكا دي يا شباب؟ انفيريور كونكا اكبر كونكا اللي فاتح تحتها نيزو لاكريمال ضغط. خلاص؟ ده
ده تكرار. هنا بس مدينكم في الكتاب هنت على اجزاء النزل ميكوزا دي، طبعا حته هيستولوجي بس اعرفوها. طبعا شيل الفيستيبيول من الحساب، ليه شلت الفيستيبيول؟ لانه مش ميوكوزا، الفيستيبيول سكين مش ميوكوزا، انما اللي فاضل كله ميوكوزا. هتلاقي حته في لونها احمر وحته ازرق، الاحمر اللي في السقف ديت اولفاكتوري ميوكوزا، الازرق اللي فاضل كله ريسبيراتوري ميوكوزا. فين مكان الاولفاكتوري ميوكوزا؟ روف اوف ذا نوز، سقف المناخير اللي تحت الكريبيفورم بليت، واللي مجاور في الجدار ده والجدار ده. اعلى صنفي في النيزل سيبتا واعلى صنفي في اللاترال وول اللي هي سبير الكونكا، والمسافه اللي فوق اللي اسمها سبينو اسمويدال ريسيس. دول اسمهم اولفاكتوري ميوكوزا. ليه سموها كده؟ فيها البندلز بتوع الاولفاكتوري نيرف. طيب ليه؟ طالعين بالريحه اللي انت شميتها يودوها للبلب اللي موجوده هنا اللي اسمها اولفاكتوري بلب في اول البرين. دي الاولفاكتوري ميوكوزا. احنا واحنا بنشرح ما بتبقاش حمراء، بتدي على ابيض مصفر يلوش ان كلر، ما فيهاش دم تقريبا تقريبا. طالع من 20 فيلمنت، من 8 ل 20 فيلمنت، بيخرموا الكريبيفورم بليت ويدخلوا على الفاكتوري بلب ويعملوا العصب الشمي رقم واحد. الكلام ده لنفسك يا شباب، احنا ما يجيبناش قوي يعني. اللي فاضله دي كلها اسمها ريسبيراتوري ميوكوزا، اللي هي ايه؟ كل النيزل ميوكوزا عدد الاولفاكتوري ريجن اللي فوق والفيستيبيول اللي تحت. دي تتميز بكونها ايه؟ بينك او ريد ان كلر، بتدي احمر جامد ليه؟ هايلي فاسكولار. وليه هايلي فاسكولار؟ عشان يحصل منها تبخير للبلازما على شكل بخار ميه، يعني مويسترنج وورمنج اوف انسبايرد ايه. تمام؟ الكلام ده ما يهمناش، عايز تبقى تقراها اقراها، مش عايز تقراها براحتك خالص، ما يهمناش في حاجه. البند اللي جاي هيهمنا جدا. نيرف سبلاي، بلاد سبلاي، وزانوز. انا جاي بالصوره دي متقدمه الاول عشان تفهموا منها الموضوع. عارفين ايه اللي متلون بالاحمر ده كله؟ الحاجات اللي متلونه بالاحمر دي تمثل ايه؟ المدافع والمخارج بس الانف. انا لو عايز ادخل الانف، يا ادخل من الانتيريور نيرس اللي هي النص ريب، يا ادخل من الانسايسيف كانال اللي في اول البلد سنتي بعد بدايه الفلور، يا اهم مدخل ليا هو السبينو بالاتاين فورام. في امنيم فورامنا كده للجريتر بالاتاين نيرف مالكش دعوه بيهم دلوقتي، يا اما ادخل من فتحات الجريبري فورم بليت اوف اثمون. هي دي الحاجات اللي تدخلك على النيزل كات. هتشوفوا دلوقتي ان الشرايين والاعصاب بتاخد دور عشان تدخل للقلب. هنبدا في مين الاول؟ نيرف سبلاي اوف نيزل كات، ده سؤال لوحده. نيرف سبلاي اوف نيزل كات. هنا بقى ركزوا شويه، لو جالي سؤال نيرف سبلاي اوف نيزل كات، تجاوب على كام عنوان؟ جاوب على عنوانين. ايه هما؟ الانف زي الطن فيها سبيشال سينس وفيها جنرال سينس. السبيشال سينس اولفاكشن، يبقى اولفاكتوري نيرف عنوان لوحده، فيرست كرينيال نيرف او الويل كرينيال نيرف. بعد كده جنرال سنسوري نيرف اوف ذا نوز. خلينا الاول نخلص من الاولاني اولفاكتوري نيرف. على فكره ده العصب الوحيد يا شباب والاحساس الوحيد اللي ما بيستاذنش الثلمس عشان يوصل للبرين، يعني ده مالوش سكرتيره تدخله على البرين، يعني مالوش ثيرد اوردر نيورون، فيرست وسكند وبس. اول عصب اتخلق في البني ادم، اول الاعصاب اللي اتخلقت في البني ادمين وكل الكائنات اللي اتخلقت بدائيا ما بتشوفش وبتشم بس، فيهم العصب ده اولفاكتوري نيرف. هتقولوا لي ايه عنه؟ الكلمتين الفارقين اللي قلتهم من شويه، بيبدا ب 28 فيلمنت من انهي ميكوزا؟ اولفاكتوري ميكوزا اللي سقف الانف، يتطرقوا الكريبريفورم بليت ويدخلوا فيما يسمى اولفاكتوري بلب، وهي تعمل اولفاكتوري نيرف بعد كده. تمام يا شباب؟ كفايه يعني مش عايزين اكثر من كده. المهمين بقى اعصاب الجنرال سنسيشن دي اللاترال وول ودي الميديا وول، صح؟ ده الحاجز الانف يا شباب في حته كارتيلاجينس والعظمتين اهو، انما دول الكونكي يبقى دي اللاترال وول، فانا هشرحهم في اللاترال وول وفي الميديا وول. تعالوا الاول نشوف العصب ده، حد فاكر ايه ده؟ عصب هيخرج بدايه الاسمويد، بدايه الاسمويد فيقولوا عليه انتيريور اسمويدال نيرف. حد فاكر ده جاي من انهي عصب؟ مجزله دي ولا مانديكولار؟ لا ماكسيلاري ولا مانديكولار، اوستالجيك نيرف بتاع العين. الانتيريور اثمويدال جاي من الاوستالجيك نيرف. طب هيسبلاي ايه الانتيريور اثمويدال؟ شكل كده هيسبلاي ايه؟ ها؟ انترو انفيريور بارت بتاع اللاترال روف ذا روز وانترو انفيريور بارت بتاع النيزل سيكتور. ما تستغربوش يا شباب، لان انت قدام التو وورش قريبين بعض جدا، انت بتبعد ورا.
يعني اللاترال مول والميديال مول في اول الاخير جنب بعض، كل ما هترجع لورا هيبعدوا عن بعض، فالعصب اللي ماشي هنا هيرمي فروع على اللاترال وفروع على الميديال. الانتيريور سمويدر ماشي في المنطقه الضعيفه من الانف، الحته الضيقه من الانف، الحته الواسعه اللي ورا. طب انا كده بتبدا نحيفه وتنتهي عريضه. العصب اللي ماشي في اول الانف هيدي تو هولز لاترال وميديال. يبقى انتيريور سمويدر هيسبلاي انتيريور انفيريور، يعني او قول لي على طول انتيريور اند انفيريور بارت اوف لاترال وول ونيزل سيك. وتبقى الناس عارفه ان هو طالع من الاكسامين ديرج وخلاص، فهي على كده. انما مين اللي هيشيل النوز مينلي بقى في الاحساس؟ مينلي دول الخرم ده كان اسمه ايه من اللحظات؟ سبينو بلاتاين فورامين اللي هو السبينو ميتس، صح؟ دول فروع جايه من السبينو بلاتاين جانجليون، نيزل برانشز اوف سبينو بلاتاين جانجليون. بيتقسموا ايه؟ ميديال ولاتر، حاجات هتمشي على اللاتر جول وحاجات هتمشي على الميديا جول، الكلام ده اتقال قبل كده في السبينو بلاتاين جانجليون. ايهما اكثر؟ يعني شورتر الميديا ولا اللاتر؟ انا باين على اللاترال وول الساينس الجانجليون جنبي، اللي هيمشوا على اللاترال وول هم قصيرين، انما اللي هيكمل طريقه كده ويمشي على الميديا وول هو الطويل. فاهمين ولا لا؟ السبينو بالاتاين فورامين في اللاترال وول، السبينو بالاتاين فورامين في اللاترال وول اول اعصاب هتدخل وتمشي على اللاترال وول مش هيمشي كتير، دول الشورت. كان في اعصاب هتعدي سقف الانف عشان تمشي على الحاجز لونج. يبقى اللاترال اللاترال شورت سبينو بلاتاين، الميديا اللي بتوع الحاجز اللي هيمشي شويه طوال لونج سبينو بلاتاين. دول بيغذوا ايه زي ما الناس شايفه؟ واخدين انهي منطقه في النوز؟ ابر بوستيريو، ابر بوستيريو في اللاترال وابر بوستيريو في الميديا. بس في واحد في الميديا اطول من كل الناس، شايفين ده اهو؟ هيمشي على الحاجز الانفي وعلى عظمه الجومر يحفر جروف في الجومر لحد ما يوصل للانسايسيف فورامين او انسايسيف فصه ويدخل للبلد. ده اللي يقولوا عليه ايه؟ اوله في النص واخره في البلد. نيزو بلاتاين نيرف، ده واحد من اللونج سبينو بلاتاين. يعني فروع السبينو بلاتاين جنبي هتتصل لايه وايه؟ اللي على اللاترال وول لاترال سبينو بلاتاين نيرف، اللي على الميديا وول ميديا سبينو بلاتاين نيرف. مين اللي شورت؟ لاترال ار شورت. ميديال لونج. ذا لونجست اوف ذا ميديال اطول واحد في الميديال نيزو بالاتاين نيرف اللي بيباس ثرو انسايسيف كانال تو انتيريور بارت اوف هارد بلد. كان عليها ابلايد اناتومي يمكن قالوا لكم يوميها. العصب مشترك بين النوز والبلد. العصب مشترك بين النوز والبلد. لو في انفلاميشن في النيزل سيكتر هيحصل اريتيشن في الانتيريور بارت اوف بلد. والعكس صحيح. لو في انفلاميشن في البلد هيحصل اريتيشن في النوز. الاطفال الصغيرين اللي لسه ما وصلوش سنتين عمر ما عندهمش لوكاليزيشن عشان البيراميدال تراكت بتبقى مايلينيتد بعد سنتين. فالفاين تاتش عندهم مش متطور. فبيعمل ايه؟ اللي يقدر عليه بيعمله. لما يكون عنده فطر في حلقه، في فطر بيجي في الاطفال الصغيرين اللي بيرضعوا اسمه مونيليا كانديدا. بيعمل بقع بيضاء في حلق الفم كده وراها دم. مجرد انه يرضع بس ويتحك الفم بتاعت الثدي فيه يجيب الم جامد جدا، فيرفض الرضاعه ويفضل يشد في مناخيره. فيودوه بتاع الانف والاذن ويفحص يلاقيها ما فيهاش اي مشاكل خالص، هو لازم يفحص البلد. المشكله في البلد مش في النوز، بس الالم بيسمع في النوز على لونج سبينو بالاتاين نيرف، نيزو بالاتاين نيرف. تمام؟ فاضل لكم عصب واحد، حد يقول لي بس ممكن يكون الفرع ده جاي منين؟ ده ده. احنا كده خلصنا من الانتيريور سمويدر وبتوع السبينو بالاتاين، ممكن يكون ده جاي منين؟ عصب هيدخل المنجيب من هنا، من هنا، يبقى جاي منين؟ اكيد كان هنا. انا لو شلت الجلد ده ده مش هلاقي فتحه هنا اسمها انفرا اوربيتال فورامين، بينزل منها انفرا اوربيتال نيرف بثلاث فروع، بل بيترا نيزل ليبيال. الليبيال والنيزل بيدخل منهم فروع للنوز تريل، احساس النوز تريل. والجزء السفلي في الجدار الخارجي والجدار الداخلي، كل المنطقه دي، كل منطقه الفيستيبيول في الحاجز وديل الحاجز بتحس بالانفرا اوربيتال نيرف. الانفرا اوربيتال نيرف واخد منطقه الفيستيبيول بالحاجز. الفيستيبيول في حته على الحاجز وفي حته لاترال. هو واخد المنطقه كلها. فاضل لكم بس انت قلت لي ايه؟ ابر بوستيريور تريلس من الاثنين وبرتاين، لور بوستيريور شايفين الفرعين دول؟ ممكن يكونوا جايين منين؟ إيه؟ شايف؟
طبعا السفينو باراتاين جنبي صح؟ اديتك فوق اهم دول الشورت سفينو باراتاين شايف ده كان اسمه جريتر باراتاين صح؟ في فروع من الجريتر باراتاين هتاخد النص التحتاني الخلفي من الحاجز الانفي نيزل برانشز اوف جريتر باراتاين نيرف جريتر باراتاين نيرف النيزل برانش بتاعه هيكمل اللي فاضل من السفينو باراتاين جنبي اليوم فوق يعني ورا بس تحت يبقى لو انت ورا وفوق نيزل برانشز بتوع السفينو باراتاين جنبي نفسها لو انت ورا وتحت برضه منها بس جريتر باراتاين نيرف برضه من السفينو باراتاين جنبي طبعا نيرف سبلاي زانوس مهم يا شباب مهم جدا كمان وبيسالوك ساعات شفوي مين العصب اللي عامل جروف في عظمه الفومر؟ لونج سبينو باراتاين اللي هو نيزو باراتاين نيرف عامل جروف في الفومر ماشي على الفومر وعامل جروف سبينو نيزو باراتاين نيرف لونج سبينو باراتاين نيرف انا جايب لكم دي بالتاكيد شايف؟ قول لي بس النص الوراني مش احنا سايبين لكم النص القدماني من ضغط البطانه لسه؟ النص الوراني في اللاترال جروف ده مع عصب مشغله نيزل برانشز اوف سبينو باراتاين جانجليون وانا على اللاتر اروح هيبقى اسمه شورت سبينو باراتاين والجريتر باراتاين واخد الحته التحتانيه الجريتر باراتاين واخد اللور بوستيريور في اللاترال فور سهلة بلاد سبلاي ارتيريال سبلاي اوف نيزل كابت وهختم بحاجه مهمه فيها ايبستاكسس الرعاف نزيف الاكل شايفين الاثنين اللي فوق دول يا شباب؟ واحد من اول الاسمويد واحد من اخر الاسمويد يقولوا ايه بقى ان شاء الله؟ انتيريور اسمويدال ارتري بوستيريور اسمويدال ارتري زي ما كان الانتيريور اسمويدال والبوستيريور اسمويدال من الاوستالجيك نيرف ومن الاوستالجيك ارتري انتيريور اسمويدال بوستيريور اسمويدال ارتري اوستالجيك ارتري دول بيسبلاي ايه؟ النص الفؤادي في اللاترال والميديال رول الاثنين في الحاجز شغالين وعلى اللاترال رول شغالين واخدين المنطقه الفؤاديه من ميزا كافيتي ميديال ولا طبعا زي الروف طب ماشي فاضل لنا اهم واحد يا شباب اللي طالع من سبينو باراتاين فورا من سبينو باراتاين ارتري برنسبال ارتري اوف نيزل كابيتي مين ارتري اوف نيزل كابيتي سبينو باراتاين ارتري حد فاكر ده جاي منين؟ تكملة السيرد بارت اوف ماكسيلاري ارتري كونتينيويشن اوف سيرد بارت اوف ماكسيلاري ارتري تكملة ماكسيلاري ارتري في النوز بيدخل من السفينو باراتاين فورامين الى النيزل كافيتي ويرمي بعض فروعه على اللاترال وول وبعض فروعه على الميديال وول ياخد اغلب السبتم واغلب اللاترال وول ما عدا الجزء الفؤادي. اهم شريان في النوز سفينو باراتاين ارتر. طب في شريانين فاضيين على السطول عارفينهم؟ انا لو نزلت كده للجريتر باراتاين فورامين يبقى ده مين؟ جريتر باراتاين بيدخل من الانسايسف ويبقى الجزء التحتاني في اللاترال وول والنيزل سبتم. لور موست بارت في اللاترال وول ونيزل سبتم اللي طالع من الانسايسيف فصه فاضل لكم واحد اللي بيلف من على الفيستيبيول ويدخل جوه ده مش دي الشفه اللي فوق يبقى ده سوبيريور ليبيال برانش اوفيشال ارتري ليه فرع في السبتم اسمه سبتال برانش سبتال برانش اوف سوبيريور ليبيال ارتري بتاع الفيشيال ارتري الناس فاكره فيشيال وهو ماشي كده كان بيدي انفيريور ليبيال سوبيريور ليبيال سوبيريور ليبيال بيدي فرع في الحاجز الانفي وبيغذي معاه كل الفيستيبيول كمان مش بس الحاجز وبس الفيستيبيول كله الجلد ده كله واخد دمه من ده سوبيريو ليبيان ارت بصوا بقى في كلمه لازم تتقال لو جه سؤال بلاد سبلاي اوف ذا نوز لازم يتقال معاك الحته اللي جايه ليكتيلز اريا ليكتيلز اريا اريا اوف ايبستاكسس يعني ايه ايبستاكسس؟ بليدنج فروم ذا نوز الرعاف بالعربي الرعاف نزيف الانف شايفين المنطقة ديت؟ أنا فين في الحاجز دلوقتي؟ المنطقة دي فين في الحاجز؟ أنترو انفيريور أنترو انفيريور بارت اوف ذا سيبتوم إن ذا ريجن أوف فيستيبيول يعني محل ما بحط صباعي هنا بالظبط أنترو انفيريور وذين ذا فيستيبيول الحتة دي في الحاجز دي اسمها ليتلز إل في كام شريان بيتقابل فيها؟ اه بالظبط كده السبتال برانش بتاع السبير اللي جاي الارض بتاع فيش الارض واحد نهايه الجريتر باراتاين ارتري اثنين سبينو باراتاين ارتري انتيريور اسمويدال ارتري في اربع شرايين الكتاب كاتب ثلاثه بس والانتيريور اسمويدال داخل فيه هي اربع شرايين اربع شرايين نهايه الجريتر باراتاين ارتري نهايه السبينو باراتاين ارتري
السوبيريور ليبيا برانش بتاع الفيشر ابري السكتر برانش بتاعه والانتيريور از مويدال ابري. عند اغلب الناس ضعيفه الى حد ما، الميكوزا هنا ضعيفه جدا وهيئه جدا. اللي ضغطه يعلى، اللي ضغطهم بيعلى 90% منهم يوم ما بينزفوا الاول بينزفوا من هنا قبل اي حته في الجسم. بيحصل انفجار في الشعيرات الدمويه الصغيره خالص بيحصل نزيف من الانف الرعاف. 90% of cases of epistaxis are due to rupture of capillaries within little area اللي هي اوطى حته في الحاجز الانفي فوق فتحه الانف مباشره. دي تتكتب معاها، دي لازم تتكتب مع بلاد سبلاي اوف هيرمس. خلاص احنا هنحاسبكم على اسامي الاربع شرايين المشابكه فيه. خلاص يا ولاد؟ الانتيريور اسمويدال ارض الشريان اللي دارم الاسمويد من قدام انتيريور اسمويدال ارتري داخل فيه. ماشي يا ولاد؟ انما مين اهم شريان في الكل؟ سبين وبلاباين بتاع السيرد بارت في ماكسيلاري ارت، تكمله السيرد بارت في ماكسيلاري ارت. هنبدا الباراليزال ساينسيس وهيكملوها لكم بعدين ان شاء الله. بصوا بقى يعني ايه ساينسيس الاول؟ الجيوب الانفيه. مش السنه اللي فاتت كان في نوع من الكون اسمه نيوماتيك كون. نيوما يعني هواء. اتخلق ازاي؟ الواحد بيتولد ما عندوش دول، هي اللي اول واحده بتتخلق في كلهم دي ماكسيلاري ساينس، بتتخلق والواحد في البطن عمره اربع شهور، يعني والام حامل في طفل اربع شهور تبدا الماكسيلاري يمين شمال يبانوا في سن اربع شهور حمل ويتولد وهي دروب، نقطة في الماكسيلا اليمين ونقطة في الماكسيلا الشمال، إنما الفرونتال مش موجودة لحد سن سبع سنين. ماكسيلا جبير موجودة ساعة الولادة، الباقي كله مش موجود. اللي بيظهروا بعد كده الأولى اثمويد وبعدها فرونتال وآخر واحدة بتظهر لسفينويد، بتظهر عند سن 12 ل 13 سنة. إنما اللي الواحد بيتولد بيها هي الكبيرة دي. طب ودي اتخلقت إزاي؟ بصوا بقى، مش دي بطانة الأنف الحمراء؟ إذا كانت دي اللي انت شايفها هنا دي سوبيريور كونكا وميدل كونكا وانفيريور كونكا، هتلاقي تحت الميدل كونكا البطانه بتدخل وتعمل بالونه جوه عظمه الماكسيلا. دي حركه اسمها نيوماتايزيشن. نيوماتايزيشن دخول الهواء في العظم. ازاي؟ اسمعوا القصه اللي جايه دي بقى. هقول اهي هقول بس طبعا دي الفرونت ودي الماكسيلا ودول الاسمويد ودي الاسفينويد برضه، صح كده؟ بصوا بقى اتخلقوا ازاي؟ طبعا انا براجع تاني اهي فرونتال اثمويد ماكسيلاري فرونتال اثمويد ماكسيلاري واللي ورا خالص دي سفينويد. طبعا نفس الاماكن اهي والاسفينويد ورا اهي. طبعا الصوره واضحه انها حلوه خالص. انا بس عايز اوصل معاكم اللي اتخلقوا ازاي؟ بصوا بقى جمجمه بيبي صغير اهي. ده لسه موجود خالص الانتيريور فرونتال عامل مفتوح على الاخر. يعني ده ابيتس يعني ده تسع شهور من سبع لتسع شهور. شايفين المنطقه الماكسيلا عامله ازاي؟ عين وسنان لازقين في بعض. العين والسنان لازقين في بعض، ماكسيلا عباره عن ريتش اوف بون مش عظم. صح ولا لا؟ يعني ده لو طلع جزء سنه هيدخل في عين. الجذور ما بتتخلقش دلوقتي لسه. الكراونز بتتخلق بدري والجذور بتبدا خلقها متاخر لسه خالص، تكون ماكسيلا طولت شويه عشان تستوعب الجسم اللي هيمد. تمام؟ بصوا بقى واضحه برضو المسافه من العين للابر جو مفيش خالص. قارنها بقى بعد شويه، شايف المنظر من الجنب؟ مفيش ماكسيلا تقريبا. نفس الكلام. شوف اما سنانه طلعت وبقى لها جذور ابتدت الماكسيلا تبعد، العين عليت والسنان نطيت. في الصور اللي فاتت زي ديت مثلا ده كومباكت بون صح؟ طب واللي جوه كله؟ سبونج بون. انتوا عارفين العظم الخارجي في الجمجمه اسمه ايه؟ اوتر تيبل والعظم الجواني انر تيبل والحشوه الستنج اللي بينهم ديبلوي سبونج بون. عارفين الاسامي ديت؟ لو اللي ياخد قطعه في الجمجمه يلاقي كومباكت فوق وكومباكت تحت وسبونجي في النص. الكومباكت اللي بره وجوه اسمه اوتر وانر تيبل، اوتر تيبل انر تيبل. الاسبونج اللي في النص اسمه ديبلوي. كل السفنج اللي هنا ده اسمه ديبلوي. طبعا عظمه المجزله كانت كده، عظمه المجزله كانت اوتر تيبل وانر تيبل وسفنج بينهم. لما تيجي تتخلق الجذور بتاعت السنان
الاوتر تيبل اللي فوق واللي تحت بعيد عن بعض والسفنج اللي بينهم يدوب كان واحد كان حاطط طبقتين لبان كده مثلا في صباعه ده في صباعه دول زي بعض ابتدى يبعد الصباعين عن بعض ينفجروا يتحللوا فلما سقف المكسله يطلع وارضها تنزل السفنج اللي بينهم يدوب فالضغط هنا يجرى ايه؟ يقل فبطانه الانف الحمراء تدخل وتعمل بالونه جوه هي ماكسيلاري سايتس او فرونتال سايتس او اسمويد وهكذا. ما ده بقى ما دام النص التحتاني قفل يبقى هو تقريبا 5 سنوات تقريبا 5 سنوات ما احنا بنقول المنطقه دي بتقفل 10 سنين. الميتوفيك سوتشر عشان يقفل عايز 10 سنين فده 4 إلى 5 سنوات. موجوده الساينس جوه ازاي؟ ده موجوده من ساعه ما اتولد بس نقطه صغيره دروب في وسط العظم وتكبر مع السن كل شويه يدخلها هواء وتكبر اكتر ويدخلها وتكبر اكتر لحد ما توصل لحجمها الطبيعي عند سن 16 سنه 16 ل 20 سنه. شوفوا بقى قرنوا بالجمجمه الكبيره. الدنيا هنا عامله ازاي وهنا عامله ازاي؟ مع ظهور جذور الاسنان شوف المسافه دي طولت قد ايه وغيرت الشكل خالص. سبب التغيير الرئيسي في شكل الوجه ماكسيلاري ساينس والاذر ساينس اللي بيخلي الشكل الوش يتغير من طفل صغير لواحد 15 سنه التغيير في شكل الوش مينلي للديفلوبمنت البارانيزال ساينس وجذور الاسنان ده اللي بيغير اشكال البيان. انت شايف دلوقتي دخلت المسافه قد ايه؟ طبعا هي خيالها دلوقتي جوه كده هرميه الشكل. فالمقدمه اللي مكتوبه عندكم ان الساينس بتخلق باي ابزوربشن اوف سبونجي بون بين الاوتر تيبل والانر تيبل. الوحيده اللي موجوده. اه طبعا الساينس كلهم مهمين. الساينس كلهم مهمين. اكتف الوحيده اللي موجوده ماكسيلاري ساينس الباقيين بيديفولف ديورنج ايربشن اوف بيرمننت تيث. ايربشن يعني طلوع الاسنان. بيرمننت الاسنان المستديمه مش اللبنيه. مع ظهور الاسنان المستديمه لحد ما يطلع ضرس العقل من سن 18 ل 25 سنه الساينس مستمره في النمو. انما خدوا بالكم النيوماتيزيشن طول العمر يعني الهواء هيفضل يحل محل العقل طول العمر لدرجه انه بعد ال 40 او ال 50 نبص نلاقي الفنتلري ساينس هواها دخل في الزيجومه ابتدت تعمل تهويه في الزيجومه نفسها والاخطر بقى تاكل عظم فوق جذور السنان بتبقى جذور السنان في الساينس عليها بس البطانه الحمراء ودي تبقى مشكله لو خلعوه وسدته من غير ما يعرفوا ان مفيش عظم فوقها هيبقى الاورال كافيتي مفتوح على النيزال كافيتي اسمها اورو انترال فيستولا اصلا ماكسيلاري ساينس ليها اسم انترال اوف هاي مور الراجل اللي وصفها انترال انترال يعني صاله واسعه لانها اكبر ساينس بيقولوا عليها انترم اوف هايمون اللفظ بس عشان لما يقولوا لكم تبقوا فاكرين لو احنا خلعنا الراجل ده سنته وكان جذره ده في البطانه يعني العظم ده اتاكل مع الوقت انتوا واخدين بالكم ان احنا جايين من اللوز اصلا لما جه دي كانوا راسكين في بعض زمان في بيبي صغير كان الاسبونج ده والاسبونج ده مطبوقين على بعض لما ابتدت جذور الاسنان تطول العظمه والعين تطول من الناحيه الثانيه ابتدى الاسبونج يدور بين الاثنين راحت البطانه بتاعت الانف داخله من الميدل ميتس وعملت الكيس ده او دخلت في الفرونتال بون وعملت الكيس ده او دخلت في الاسمويد وعملت الاكياس دي وهكذا. تمام كده؟ الحركه اسمها نيوماتيزيشن مستمره طول العمر. لما يحصل نيوماتيزيشن في الفلور في ماكسيلا تاكل العظم اللي في جذور السنان. جذور السنان تبقى في الساينس عليها بس الميوكاس ممبرين الاحمر. لو انا خلعت له سنته دي يبقى الاورال كافيتي مفتوح من الطريق ده على الساينس. الاكل والبكتيريا يدخلوا في الساينس ويعملوا ساينسات بمنتهى السهوله يسموها ايه بقى؟ اورو يعني من الاورال كافيتي انترا يعني عند الانترا وهايمور فيستولا ناسور مفتوح الطرفين في الباثولوجي هيكون ناسور يعني هيكون مفتوحه من الجهتين يعني مثلا لو هفتح المثانه البلويه على الرخاينه في ميل اثناء الولاده بجراحه بجرح يعني يبقى اسمها فاجينا فيستولا ناسور بين اليورينري بلد والفاجينا مثلا مثلا او لو هفتح الريكتم على الجلد ناسور شرج مثلا ده ناسور ما بين الماكسيلاري ساينس والاورال كافيتي اورو انترال فيستلا تمام يا شباب طبعا هو الوقت هيسمح لنا اشرح لكم اول واحده بس سيب ديت هنشرح الاول
لا ده في الاسنان بيتعمل حاجه اسمها اوبتوريك، ده بتاع اسنان خفيفه بقى. الحاجات دي احنا هنشرح دي بس فرونتال ساينس صغيره خالص، هما كلمتين وبطل. فين الفرونتال ساينس؟ واحده في الفرونتال كون اليمين، واحده في الفرونتال كون الشمال، وبينهم حاجز عظم. كلهم بيرن، مفيش سنجل باراليزا ساينس، كلهم بيرن، في منهم رايت وفي منهم ليفت. مكانها فين؟ في الجزء ده من الفرونتال بون. اسمه ايه الجزء ده من الفرونتال بون؟ القشري سكوينس بار اوف فرونتال بون. فرونتال بون ليها اجزاء ثانيه زي الاوربيتال بليت وزي النيزال بليت وهكذا. لا الجزء الفلات سكوينس بار اوف فرونتال بون فوق ده على طول. حد فاكر العظمه دي اسمها ايه؟ العظمه الكوستيلي اللي هو الهداب يعني سوبر سيلياري ريتش. هي موجوده ورا وفوق السوبر سيلياري ريتش، وبين الاثنين بوني سيبتم عند اغلب الناس ديفييتد تو وان سايد زي النيزر سيبتم. الحاجز بيصغر واحده ويكبره واحده في الغالب. انا عايز منكم بس الدرينج والنيرف سبلاي والبلاس سبلاي. دي بتصب على فين؟ اللي هيمشي وراه هيلاقي ضغط اسمها فرونتو نيزر ضغط بتوصله لانهي ميتس؟ ميدل ميتس في اول الهيتس سيميليونالس. الحته دي انسوا شايفين الفرونتال والانتيريور اسمويد الاثنين ليهم قمع ماشي جوه الاسمويد، اسمه اسمويد ده الفانديبولا يصب في اول الهيئه السيمينيولاس. طيب مين العصب اللي شغال احسن ما انتم شايفين؟ في اثنين هيشغلوه، الانتيريور اسمويدال نيرف والسوبرا اوربيتال نيرف. والسوبرا تروكلير بيشارك كمان عند بعض الناس، يعني لو قلتوا صح سوبرا تروكلير وسوبرا اوربيتال وانتيريور اسمويدال والبلاس سبلاي سوبرا اوربيتال سوبرا تروكلير انتيريور سمويدال ارتس. يعني نفس اسامي الاعصاب هي نفس اسامي الشرايين. دي بتصب على انهي لينف نودز؟ سب مانديبولار لينف نودز. كل الساينسز في الاخر بتصب على سب مانديبولار لينف نودز. الماكسيلاري ساينس بتصب في سب مانديبولار لينف نودز، الفرونتال في سب مانديبولار لينف نودز. لان كلهم في الاصل كانوا من نيزل كابيتال، النيزل كابيتال بيصب على سب مانديبولار لينف نودز. هوريكم حاجات بس عن يعني هو بقى الحته بقى حته من ماكسيلاري ساينس او انترال اوف هاي مور. بس عايز اوريكم حاجه كده غير الصور دي. شايفين؟ ها بيحصل ايه؟ تقويه مع الاسهم دي نيوماتيزيشن لدرجه ان كل العظم اللي فوق بزور السنان، السنه دي لو خرجت يبقى فيها غول وانترال فيستول. بنسألكم مين أقرب سنتين للساينس قبل ما تكبر قوي؟ يعني هي خلاص بتقرب من السنان، مين أول سنتين هيجوا تحتها؟ سكند بريمولر فيرست مولر. سكند بريمولر بتاع فين التوزيع؟ سنترال انسايزر لاترال انسايزر كناين، وبعد الكناين بعد الناب فيرست بريمولر سكند بريمولر، بعدين فيرست مولر سكند مولر ثيرد مولر ضرس العقل. هي فوق تاني بريمولر واول مولر، بعد كده بتمد يمين وشمال لحد ما توصل للكناين قدام ولحد ترس العقل ورا. انما لا يمكن الانسايزرز يجوا في سكتها. لان التو انسايزرز والكناين كمان تحت النيزل كابيتي نفسه مش تحت السايز. يعني لعمرهم ما هيجوا في سكتها خالص السنترال واللاترال انسايزر. يوم ما بتوسع قوي بيبقى اولها الناب. بتلمس الناب حتى ما تجيش فوقه قوي. اخرها لو واحد عاش يعني 60 سنه ولا حاجه هتبقى فوق ضرس العقل. ده اللي انا جبته عشان النيوماتيزيشن يا شباب. هوريكم بقى هنا حصل فيها التهاب. شايفين؟ البطانه تخنت شويه لحد ما قفلت المخرج الى الانف. فهيبقى ايه؟ لما البطانه تخن المخرج يتقفل الافرازات هتتجمع جواها. شايف الميه ابتدت تتجمع فين؟ وقلبت صديد في النهايه. خراج في الماكسيلاري ساينس بسبب انها اتقفلت لما البطانه تخنت في التهاب زي انفلونزا او غيره على سبيل المثال. في حاجه هنا بقى لازم اقول لكم قبل ما امشي. الفتحه بتاعتها عاليه جدا صح؟ الاوستيان او الاوبننج هاي في انهي هول؟ في الميديان هول اللي بتبص على النور اللي هي لاترال هول اوف ذا نوز يعني بس ميديان هول في الساينس صح؟ الساينس هرب كمتها لاترال بعدتها ميديال. ايوه بس وهي ميديال على لاترال هول اوف ذا نوز فيها كونكت. فاهمين ولا لا؟ هي عامله هرم كمته لاترال قاعدته ميديال بس القاعده الميديال هي لاترال هول اوف ذا نوز. تمام؟ هي لما بتفتح في لاترال هول اوف ذا نوز فتحتها بتبقى عاليه جدا عن القاعده بتاعتها. كانوا دايما يقولوا لنا وعلى فكره حتى الكتاب كاتبها لحد دلوقتي كده ان ده عيب في خط الساينس. الفتحه عاليه. هو يعني كان المفروض يعني مش
عشان لما تجمع صديد ولا دم تدرين بسهوله. انما كده هو خلى الصديد يتجمع لحد ما هيوصل لفوق خالص ويبهدل البني ادم. طلعت الحكايه مش كده خالص. طلعت بقى الابحاث اللي اتعملت في السنين الاخيره لقت ان الساينس متبطنه ببطانه الانف اللي هي سيلو ستراتيفايد كولومنر سيليتد وذ جوبلت سيلز. لقوا ان السيليا اللي مبطنه الخلايا هنا دونا عن كل السيليا اللي في الجسم لا يحكمها الجهاز العصبي. السيليا الوحيده الكومبليتلي بيتنج اوت اوف نيرفس كنترول. يعني تلقائي كده شغالين مقشات. انت عارفين السيليا مش بتبيت رايح جاي. لا. اتجاه واحد بس. بتكنس زي المكنسه كده. طلع ان في تيارات دوامية جوه السايبس. السيليا مترتبه في شكل تيارات دوامية كلهم بيكنسوا ناحيه البوستيوم ده. بيشيلوا من تحت لفوق او من فوق لتحت في كل الاتجاهات في اتجاه الاوستيوم العالي ده. لما عملوا في فيران التجارب الفاتحه تحت بالعكس البرينش ما تمش خالص. يعني اذا التهابك وضاقت الفتحه فده بيحصل في اي حاجه زي بطانه مناخيرك لما تتضايق وتضايق مناخيرك بتنفس من بقك ده عادي. انما انسب مكان للفتحه هاي اب في الميديال بول ده انسب مكان لان السيليا بتلف في دوامات اخرها كلهم بيتقابلوا في الاخر في المكان ده. معمولها حساب هندسي. معمولها حساب هندسي على الاربع جدران بحيث انه كله في الاخر لازم يبيت في الاتجاه ده مع زوايا السايت. فهي لا هي كده كلاسيك قوي قوي مظبوطه جدا جدا وده مش عيب في الساينس ولا حاجه زي ما الناس بتقول. بس ماشي الكتاب حكايته في الاخر ان الاوبننج هاي اب وده عيب فيه. شايفين؟ دي مكزيلري ساينس ودي مكزيلري ساينس. ابتدت تاكل العظم اللي فوق جذور السنان لدرجه ان شايف جذور السنان دخلت الساينس اهي. اهي السنه دي لو اتخرعت لازم يبقى فيها اورو انترا فيسيا. في واحده فيهم يمكن باينه هناك على الشاشه شايفين الحته دي. الناحيه دي سودة خالص يبقى دي نظيفه ما فيهاش مشكله. الناحيه دي فيها غمقان تحت صح؟ في صديق وتحت منه شايفين الابيض ده؟ ورم في المكزيلري ساينس سرطان في المكزيلري ساينس متجمع فوق افرازات. اوحش سرطان ان شاء الله تعرفوا بقى في الاسم سكويما سيل كارسينوما. اوحش واحد اللي بيجي في المكزيلري ساينس. اوحش سرطان سكويما سيل كارسينوما اللي بيجي فيه. طبعا تقول سكويما ازاي؟ هي متبطنه بسبب استرافات كولامنر سيليتي. صح يعني مش استراتيفايز كويس مش جلد يعني في حاجه في الباثولوجي اسمها ميتابليزيا. يعني ايه ميتابليزيا؟ تحول نسيج الى نسيج الارقى في نفس العائله. يعني احول الايثيليوم من سيمبل الى استراتيفايد. انما ما ينفعش اقفل اقلب الايثيليوم كونكت فيه او العكس. لا لازم تكون نفس العيله ايثيليوم ايثيليوم او كونكت فيه الكونكت. المهم جرت العاده في الجسم كله لما يبقى فيه ايثيليوم بسيط معرض للريتيشن معرض للالتهاب او احتكاك يحاول نفسه من نوع الاقوى دي اسمها ميتابليزم. التهابات متكرره في المكسيلاري ساينس تحول البطانه من سودو استرافات ونمر الى ستراتيفايد سكويمس بتاع الجلد. الخطوه اللي جايه سكويمس الكارسينوما سرطان الجلد. فالناس تستغرب سرطان الجلد يجي في المكسيلاري ساينس؟ هيجي في المكسيلاري ساينس لانها حولت البطانه الى جلد عشان تتحمل الضغط اللي بيجي عليها في التهابات المتكرره. طبعا انا بس حبيت اوريكم الحاجات دلوقتي عشان يعني لو ما وريتكوش اللي هيصلحها تبقوا شفتوا الامور ماشيه ازاي وعمليه الكيماتيزيشن معناها ايه. انما ايه اللي هيشرح انا يعني هعتبر ان اخر حاجه اتقالت الفرونتال سايت. فاللي هيجي يشرح هيشرح المكزيلري والاسمويد والاسفينويد ان شاء الله. طبعا كنت سعيد بالايام اللي قعدتها معاكم. الناس اللي هيحتاج اي حاجه انا حد واثنين موجود وهنزل هظبط لكم البيانات على الصور تبقى جاهزه معاكم الاسبوع الجاي ان شاء الله على السايت في الفيسبوك او في الاسم هنزلها على سي دي وانتم تمسكوها. يلا كل سنه وانتم طيبين.